استنكار حزبي وسياسي شديد في الجزائر لجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، حيث نددت جبهة التحرير الوطني أكبر الأحزاب في البلاد بالصمت الدولي المطبق حيال ما يجري في غزة والأراضي المحتلة. الجزائر اليوم انتصرت بصوتها المرفوع في المحافل الدولية، وهي تهز ضمير العالم في قضية فلسطين التي تتعرض إلى حرب إبادة جماعية غير مسبوقة. وإننا نحيي المواقف المشرفة لدولتنا بقيادة رئيسنا الداعمة لقضايا التحرر وعلى رأسها القضية الفلسطينية. ما قام به الكيان الصهيوني منذ أكثر من 10 شهور وقبل ال10 شهور هو عملية انهزامية لم يستطع مقاومة، وبالتالي يقوم بأشياء وجرائم ينبغي له جميل. للأسف الشديد أن هذا السكوت الغربي هو الذي دفع الكيان الصهيوني للتصعيد، لكن اعتقادي أن هناك إعاز الكيان الصهيوني من حلفاء الكيان الصهيوني لارتكاب أكبر عدد من المجازر قبل الذهاب إلى المفاوضات. الدعوة إلى تحرك دولي عاجل يوقف حمام الدم في غزة تصدرت مطالب الجزائريين في هذه الظروف العصيبة، وتجمع النخب السياسية على أولوية وضع حد للجرائم الشنيعة المرتكبة بحق الفلسطينيين وتحريك الهيئات القضائية المختصة لمحاسبة مجرمي هذه الحرب. المعاهدات الدولية يعني تحرم قتل المدنيين وتعتبرها جرائم في حق الإنسانية، جرائم لابد أن تعاقب، ولكن نحن للأسف احنا نلاحظ بأن هذه الجرائم تمر بدون عقاب. لهذا هذا المجرم الهمجي يستمر يعني في تحدي المجتمع الدولي وفي تحدي القانون الدولي وفي تحدي يعني المبادئ الإنسانية ككل. تشدد النخب السياسية بالجزائر على أن الاستمرار في قتل الأطفال والنساء والشيوخ داخل مراكز الإيواء ومخيمات النازحين يعد جرائم حرب غير مسبوقة لا يجب أن تمر دون عقاب. تستمر المواقف الرسمية والسياسية في الجزائر مؤكدة على ضرورة توفير الحماية للفلسطينيين في هذا الظرف العصيب الذي فرضه عدوان إسرائيلي وحشي متواصل بارتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية التي عجز العالم حتى الآن عن وقفها. من الصولي، التلفزيون فلسطين، الجزائر.